ألمانيا أشعلت النار بوجه إيران، بل استفزتها وعبر الأراضي العراقية هذه المرة. هذا الاستفزاز وهذه التصريحات كلها قادمة من وزيرة الخارجية الألمانية وهي أنالينا بيربوك، كانت قد توجهت إلى العراق يوم أمس، متزامنة طبعا مع زيارة مهمة غير معلنة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. جاءت بهذا الشكل وظهرت بمؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين، ومن خلال هذا المؤتمر وضعت هذه التصريحات النارية تجاه إيران، ونددت تماما بالهجمات التي شهدها العراق وتحديدا إقليم كردستان بالطائرات المسيرة وبالصواريخ العام الماضي على إقليم كردستان، مما أربك المنطقة بشكل خطير، وهذا ما ذكرته بالتحديد كما وثقته وكالة رويترز. النظام الإيراني بهجماته الصاروخية لا يظهر فقط أنه يقوم بقمع متهور ووحشي لشعبه، بل أنه يعرض حياة الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها لخطر التمسك بالسلطة. إنه أمر غير مقبول وخطير على المنطقة بأسرها. طبعا هذه التصريحات أزعجت تماما إيران، وظهر ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وندد بشكل مباشر بهذه التصريحات الألمانية القادمة من الأرض العراقية، وانزعجوا تماما وطلب منها الاعتذار. وطبعا هذه التصريحات التي ظهرت من أنالينا بيربوك هي لا تأتي من فراغ أبدا، وهي لن تظهر بهذا الشكل سهوا كما قد يعتقد البعض، لا أبدا، فإن هنالك ترتيبا يجري بين العراق وبين ألمانيا تراه إيران خطيرا عليها، وهو بدأ منذ يناير من هذا العام عندما ذهب رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني إلى ألمانيا والتقى بالمستشار الألماني أولف شولتز، ووقع معه مذكرة تعاون من أجل تحقيق العديد من العقود المرتبطة بالطاقة، وبدأ ينظر لهذه الزيارة بأن ألمانيا ستتحصل من خلالها على الغاز الطبيعي القادم من العراق. وبالعكس، المستشار الألماني هو الذي تحدث بهذه المسألة وقال بأننا نناقش مسألة استيراد الغاز الطبيعي من العراق، مما سيكون مفيدا للغاية للعراق ومفيدا للغاية لألمانيا في نفس الوقت، صدق أو لا تصدق. وهذا كله يعود بسبب ما جرى في الحرب الروسية الأوكرانية وما زال يجري حتى الآن. فبالنسبة لألمانيا هي تعتمد كثيرا على الغاز الطبيعي الروسي، كانت تعتمد عليه بشكل كبير قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية وحتى خلال هذه الحرب، وهنالك أنابيب كما ترون نورد ستريم المشهورة، هنا طبعا روسيا وهنا ألمانيا، وهذا هو نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، وبالتالي ألمانيا تعتمد على كمية كبيرة. ولكن مع مرور الحرب، مع العقوبات، مع وضع سقف للأسعار للغاز الطبيعي الروسي، طبعا بالنسبة لفلاديمير بوتين في نقطة معينة قال ببساطة بأنكم إن أردتم شراء الغاز الروسي بعد الآن فإن عليكم الدفع بالروبل الروسي، ولن أتقبل منكم أي دفعات. المشكلة أن الأوروبيين ومن ضمنهم طبعا الألمان قالوا بأن العقد أساسا الذي وقعناه معكم يا أيها الروس هو في اليورو أساسا، لن ندفع غير اليورو، نحن سنعتمد على العقد، لا نتدخل في مسألة هذه التطورات والتغيرات التي تحدث، لنلتزم بالعقد. طبعا فلاديمير بوتين لم يقبل هذا الأمر أبدا، وبالتالي إن لم تدفعوا بالروبل فإنني سأخفض صادرات الغاز الطبيعي إليكم. وهذا فعلا ما قام به في يونيو، حيث إنه خفض تماما صادرات الغاز الطبيعي مباشرة إلى أوروبا وتحديدا إلى ألمانيا إلى نسبة 40%. لاحظ الانخفاض الكبير في يونيو من العام الماضي، وبعدها بشهر واحد أي في يوليو انخفض إلى نسبة 20% صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى ألمانيا. وبعد ذلك قال بأن لدينا مشكلة في التوربينات الخاصة بطبعا نورد ستريم، وأنها بحاجة لبعض الإصلاحات، وتوقف تماما الغاز الطبيعي. وبعدها جاءت انفجارات أساسا في سبتمبر، ونحن نتحدث عن شهر سبتمبر الذي شهد انفجارات مثيرة للغاية حتى هذه اللحظة. هنالك تحقيقات تظهر من نيويورك تايمز، تظهر من نقاط أخرى وتظهر من مصادر أخرى، تتحدث الآن عن طرف ثالث، طرف موالي لأوكرانيا، لم تأتي بأوامر من الرئيس زيلنسكي وغيرها، بعضهم يقول بأنهم أوكران، بعضهم يقول بأنهم روس معارضين لفلاديمير بوتين موالين لأوكرانيا، وبالتالي نبدو بأننا أمام طرف ثالث أو طرف رابع
الرابع قد قام بهذه العملية، ولكن مع هذه الظروف والتطورات ألمانيا باختصار أصبحت بلا غاز طبيعي، وأصبح بحسب التريدينج إيكونوميكس الواردات من الغاز الطبيعي الروسي لألمانيا انخفضت طبعا بهذا الشكل الذي ترونه، وانتهت تقريبا في أكتوبر من عام 2022، وهذا يفسر تماما ما جرى في يناير من عام 2023 وتوقيع المعاهدة المهمة أو مذكرة التعاون بين البلدين بين العراق وألمانيا على مستوى الطاقة، ولإدخال شركة سيمنز تحديدا للقيام بعمل مهم على مستوى الطاقة للعراق. وهذا ما يفسر لماذا جاءت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، فهي لم تأتي بهذا الشكل، لم تأتي بزيارة عادية، بل هي جاءت من أجل توقيع هذه العقود التي ترونها. تم توقيع 3 عقود في الطاقة، وأن هنالك المزيد أساسا من العقود المرتبطة في الكهرباء وفي الغاز الطبيعي. وباختصار شديد جدا ألمانيا الآن حاضرة من أجل تطوير الغاز الطبيعي أو محطات الكهرباء الموجودة في العراق، في المقابل طبعا تتحصل على الغاز الطبيعي، وتطوير أيضا الغاز الطبيعي هو جزء من هذه المشاريع وهذه العقود. شهدنا جنرال إلكتريك، شهدنا وفود أمريكية كانت قادمة وركزت على هذا الموضوع، ذهبت إلى بغداد، ذهبت مباشرة إلى إقليم كردستان. وهذا يعني باختصار بالنسبة لإيران هذا المشروع بأن العراق في نقطة معينة لن يضطر إلى شراء الغاز الطبيعي من إيران بعد الآن، وهذه مسألة تعتبرها إيران مهمة بالنسبة لها، فهي تتنفس من خلال العراق لأن هنالك عقوبات، والعقوبات تزداد مع التطورات الظروف التي تأتي ضد إيران بسبب مشاركتها في الحرب الروسية الأوكرانية. وإذا انقطع هذا الأمر واعتمد العراق على نفسه في هذه القضية، فهذه ستعتبر ضربة كبيرة بالنسبة للإيرانيين، وسيتعرضون للخنق بشكل أكبر، وليس فقط للإيرانيين بل أيضا لحليفهم المهم ألا وهي روسيا. وذلك لأن ألمانيا في نفس الوقت التي انقطع عنها الغاز الطبيعي بدأت تتأقلم مع الوضع، وبدأت تذهب وتتحصل على المزيد وعلى مصادر متنوعة من الغاز الطبيعي، وأنا لست مضطرة عليك يا روسيا بعد الآن في الغاز الطبيعي. وبالتالي الطرفين إن كانت إيران وإن كانت روسيا ستتعرض إلى كثير من الضغط. وشهدنا أن مسألة القصف وسبب القصف الذي بدأ يأتي على إقليم كردستان أساساً العام الماضي بسبب قضايا طاقة مرتبطة بالغاز الطبيعي تمتد مباشرة من إقليم كردستان، سمعنا عنها من الشركات وغيرها إلى طبعاً تركيا إلى أوروبا في ظل الحرب، وجاءت الضربات الكبيرة التي تأتي. وهنا تفسر لنا لماذا نحن أمام كلام ألماني كبير قادم لإيران. الجميع عندما يذهبون إلى بغداد يذهبون إلى أربيل، وطبعا هذه مسألة مهمة بالنسبة للعراق، هذه العقود التي تحدث. العراق ليس مع إيران أو روسيا أو ليس مثلا مع الناتو أو حلف الناتو في هذه الحرب، العراق فقط يريد الاستفادة ويريد أن يتحصل على الطاقة الكهربائية، وهي صفقة ناجحة ومهمة ومن الممكن أن تأتي بالكثير من النتائج الإيجابية بالنسبة للعراق. ولكن طبعا هنالك أطرافا ترى بأن هذا العمل هو يأتي ضدها، مما قد يفسر هجمات مستقبلية لا يريدها أحد من الشعب العراقي ولا حتى المنطقة ستكون حاضرة على إقليم كردستان. فإيران أساسا كانت قد وضعت العذر، والعذر حاضر بالنسبة لإيران في مسألة الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة التي سبق أن اتهمتها بالكثير من الاتهامات بأنها تهز الأمن القومي الإيراني، تتدخل في مسألة التظاهرات في الداخل الإيراني، وكذلك بأن هذه الأطراف أيضا اتهمتها بأنها كانت خلف الهجوم الذي جاء على مبنى أصفهان الذي ذكرت الغارديان البريطانية بأنه كان أساسا لمسألة صناعة الطائرات المسيرة التي دخلت إلى روسيا. وبالتالي قد نكون أمام ضربات تحت غطاء الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، ولكن هي في الحقيقة لضرب مشروع الطاقة. فحرب الطاقة هي خطيرة للغاية وهي كبيرة للغاية في نفس الوقت، ولكن أيضا يجب أن ننتبه بأن ألمانيا لا تتوقف عند هذا الحد، فألمانيا تتحرك تحركات خطيرة على إيران إلى درجة أنها تريد الآن تغيير النظام الإيراني، بدأت تلعب على أوتار حساسة على النظام الإيراني. مثلا وعلى سبيل المثال مؤتمر ميونخ الأمني مؤخرا
ببساطة لم يستدعوا الحكومة الإيرانية ولا حتى الحكومة الروسية، هم استدعوا المعارضة الإيرانية والمعارضة الروسية لكي تحضر في هذا المؤتمر في تحرك خطير جدا. وأيضا اليوم كما ترون هذه الناشطة والمعارضة الإيرانية وهي مسيح علي نجاد، هذه تعرضت للعديد من محاولات الاغتيال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما قالت الولايات المتحدة سابقا في تحقيقات وغيرها قالت بأنها كانت هنالك محاولات لاغتيالها فعلا من قبل الحرس الثوري الإيراني، ولكن هي نجت طبعا منها بحماية واضحة من الولايات المتحدة. الآن هي بهذه الصور في 24 ساعة الماضية التقت بنواب من البرلمان الألماني كما تلاحظون، وطالبتهم وطالبت طبعا من البرلمان أن يكون واضحا وأن يطلب من وزيرة الخارجية الألمانية أن تلتقي ببساطة مع المعارضة الإيرانية، أن تهتم بالمعارضة الإيرانية وأن تتوقف عن مقابلة المسؤولين الإيرانيين. وأساسا هذا البرلمان الألماني تحديدا قد شهدنا العام الماضي في ديسمبر نهاية العام الماضي بأن البرلمان بدأ يتحرك من أجل وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وهذا ما قد ينهي تماما الدبلوماسية التي هي لا زال شيء بسيط منها موجود من أجل العودة للاتفاقية النووية، وإيران هددت أي شيء يأتي ضد الحرس الثوري الإيراني سنوقف الدبلوماسية مباشرة. وهذا التحرك الألماني أساسا تستثمر فيه إسرائيل كثيرا قبل 8 أيام، وزير الخارجية الإسرائيلي وهو إلي كوهين توجه بحسب المونيتور كما تلاحظون إلى ألمانيا، وكان قد حث ألمانيا على وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب لأنهم يعلمون بأن هذه ستنهي مسألة العودة للاتفاقية النووية، بل إن حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو في زيارة يوم غد إلى إيطاليا، والأسبوع القادم سيكون في برلين في ألمانيا من أجل إقناع الألمان أيضا بالانتهاء من مسألة العودة للاتفاقية النووية. لا داعي للعودة للاتفاقية النووية لأن إيران قد وصلت إلى تخصيب عال لليورانيوم، ولا تفسيرات حقيقية من هذه المسألة ألا وهو تقريبا 84% قريبة من التخصيب العسكري والوصول للقنبلة النووية، وأي تحرك باتجاه الحرس الثوري الإيراني يستفز إيران بأي شكل من الأشكال، ينهي الدبلوماسية، قد يدفع أيضا إيران للوصول للقنبلة النووية بسرعة. ويجب أن ننتبه أن هنالك تحركات عسكرية مستمرة كل يوم نسمع شيئا تجاه إيران بعد هذا التطور، تحديدا هذه المرة قادم هذا التطور من سلاح الجو الأمريكي، فهو قد أعلن عن طائرة جديدة محدثة استراتيجية ألا وهي B-21 رايدر التي ترونها. وذا درايف قالت بأن هذه الطائرة التي أعلنوا عنها في 24 ساعة الماضية بأنها ستكون بديلة لطائرتين استراتيجيتين مهمتين للولايات المتحدة وهي B-2 و B-1. هذه هي B-2 التي هي متشابهة تماما مع الطائرة التي رأيتمونها، وأيضا B-1 بامر التي ترونها، هذه طائرات خطيرة استراتيجية كبيرة. وإذا ما ركزنا على هذه الطائرة B-2 تحديدا، فسبق لي هذا الرجل دينيس روز أحد أهم الشخصيات الأمريكية والفاعلة كانت في الإدارات الأمريكية السابقة وفي الشرق الأوسط، طالب على بلومبرغ في عام 2021 في يوليو كما تلاحظون، قال أعطوا هذه الطائرة B-2 بالإضافة أيضا إلى قنبلة GBU-57 وهي قنبلة GBU-57 وهي مخترق القبو التي تستطيع من ضرب المنشآت تحت الأرض، أعطوا هذه القنبلة وأعطوا هذه الطائرة لإسرائيل لكي تحمي نفسها من إيران إذا ما اقتربت من التخصيب العسكري أو الوصول للقنبلة النووية. إسرائيل ستكون قادرة من استخدام هذه الطائرة وضرب إيران، وفي الأساس to deter إيران، أي بما معنى لردع إيران، لكي إيران تعلم أنها إن تحركت للقنبلة النووية فإسرائيل تمتلك ما يكفي لتنفيذ هذه العملية بنفسها وليست بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية. والآن عندما نتحدث عن هذه الطائرة تحديدا، ها هو سلاح الجو الأمريكي يوريكا، نسخة جديدة محدثة لا نعلم الكثير عنها، من الممكن أن تكون خطيرة للغاية على المنشآت النووية الموجودة تحت الأرض طبعا بالنسبة لإيران. ومسألة التحدي الإيراني هي تكبر يوما بعد يوم بالنسبة ليس فقط للولايات المتحدة أو الأوكرانيين وإنما لحلف الناتو بأكمله، فإيران مستمرة في استخدام طائراتها المسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة. اليوم كانت هنالك عملية هجوم بالطائرات المسيرة التي ترونها،
طائرتين من هذه الطائرات المسيرة من شاهد 136، واحدة منها حطامها ظهر في كييف كما التقطت الصور لها، بل إن الآن الأمر تطور من خلال مصادر أمنية خاصة تحدثت عنها سكاي نيوز، إن إيران في الحقيقة لا تقدم فقط الطائرات المسيرة، لا أبدا، هي تقدم أكثر من الطائرات المسيرة بكثير لروسيا لكي تستخدمها روسيا في الجبهات الحربية التي نراها يوميا في المعارك التي نتحدث عنها. وهذا ما ذكرته سكاي نيوز اليوم في معلومات خطيرة للغاية عن هذا الترتيب العسكري، وقال الآتي مصدر أمني لشبكة سكاي نيوز: إيران زودت روسيا سرا بكميات كبيرة من الرصاص والصواريخ وقذائف الهاون من أجل الحرب في أوكرانيا، وتخطط لإرسال المزيد. إذن الأمر هو أكبر من مسألة طائرات مسيرة. وطبعا في نفس الوقت عندما نتحدث عن ألمانيا، فإن وزير الدفاع الألماني أيضا اليوم قال بأن الدبابات الألمانية ستكون في أوكرانيا نهاية الشهر الحالي مع جنود مدربين على استخدامها، في إشارة لدبابات ليوبارد طبعا الألمانية. وعندما نتحدث إذن عن هذا النوع من الأسلحة، نتحدث بسرعة عن الجبهات الموجودة إلى شرق أوكرانيا مثل جبهة باخموت التي ترونها. هذه الجبهة هي الجبهة الأكثر اشتعالا، المعركة الأكثر اشتعالا، وأن هنالك تطويقا من قبل روسيا لباخموت كما ترون. هنالك تطور خطير قد جرى في 24 ساعة الماضية تجاه باخموت. هذه هي باخموت التي ترونها، دعونا نقترب منها الآن لكي نفهم ما الذي جرى الآن. تطورات ليست بالسهل أبدا في هذه المنطقة. القوات الروسية ببساطة وتحديدا قوات فاغنر التي تقاتل طبعا في هذه المنطقة هي قد سيطرت بالكامل. اليوم أعلنت هذه المسألة وزارة الدفاع الروسية، سيطرت على الجهة الشرقية لباخموت ووصلوا إلى ضفاف نهر باخموتكا. وطبعا في نفس الوقت أن هذه القوات هي موجودة في هذه المنطقة بعد هذه البحيرة التي ترونها، وموجودون هنا وموجودون كذلك هنا، وتقريبا أيضا متقدمين بهذا الاتجاه. وطبعا القوات الأوكرانية متمركزة في مراحل اشتباكات وحرب شوارع مع قوات فاغنر في هذه المناطق التي ترونها. التطور وطبعا هذه النقطة الخطيرة الآن التي نتحدث عنها بأنها قريبة من المقر الحكومي. التطور الذي جاء بحسب معهد دراسات الحرب كما تحدث اليوم أكد بأن القوات وقوات فاغنر تمكنت من التقدم من الجنوب واستغلت الوضع الجنوبي، لأن في الجنوب ليس هنالك معرقلات، هي أرض فقط، ليس هنالك نهرا من الممكن أن تدمر جسوره وبالتالي لا يعبروا، والأوكرانيين يستخدمون هذه المسألة. تقدموا ووصلوا إلى هذه المنطقة التي ترونها تقريبا في تقدم كبير وخطير، وهذا التقدم هو يعتبر قريبا جدا من المبنى الحكومي الموجود أساسا في داخل باخموت، الذي يأتي طبعا في هذا الاتجاه تقريبا، والذي لا زال هو تحت السيطرة الأوكرانية، وأصبحوا على بعد ما يقارب الأقل من نصف كيلومترا. يعني هم أساسا هنا على مسافة نصف كيلومتر، أي تقريبا 0.4 أقل في الأحرى ب 400 متر، هم بعيدين الآن من هذه المنطقة، وأيضا على بعد 0.5 فقط للوصول إلى المقر الحكومي الذي يبدو هدفا واضحا بالنسبة للقوات الروسية، لأن القوات الروسية تعلم تماما أن تمكنت من عملية التسلل بسرعة أو استغلال هذه الاشتباكات الكبيرة التي تأتي في هذه المنطقة، وقامت بعملية السيطرة على المقر الحكومي. الإعلام بأكمله، روسيا، وزارة الدفاع الروسية وغيرها، كلها ستقول تمت السيطرة على مدينة باخموت وتنهي هذه المسألة. وطبعا هذا سيدفع القوات الأوكرانية للارتباك، وستضطر إلى التراجع إلى هذه المنطقة التي ترونها خلف السكة الحديدية، وتحاول استغلال كلحظات أخيرة بالنسبة لها السكة الحديدية طبعا كخط دفاعي بالنسبة لها للدفاع، ولكن سيكون صعبا للغاية بالنسبة لهم. وهذا التحرك الذي ترونه يوضح بأن باخموت بدأت تنهار وبدأت السيطرة عليها من قبل لقوات فاغنر، رغم شكوى فاغنر في مستوى التسليح من القوات الروسية، ولكن مع ذلك القوات الأوكرانية تصمد، هي تضرب الأجنحة بهذا الاتجاه الذي ترونه، تضرب أجنحة القوات الروسية وقوات فاغنر تحديدا، تحاول منع قوات فاغنر من عملية التقدم والإطباق عليهم، ولكن الظرف صعب للغاية. واحدة من اللقطات التي جاءت في محاولة طبعا
القوات الأوكرانية من الصمود قدر الإمكان كما اتخذوا قرارا في هذه المسألة. هنالك لقطات نشرت أيضا في الساعات الماضية لعملية ضربات تقوم بها القوات الأوكرانية لنشاهدها هنا من هذه الضربات كما تلاحظون بهذه البساطة بقذائف الهاون. طبعا هم يقومون باستهداف النقاط الروسية يمنعون عملية الإحاطة والتطويق التي يتعرضون لها في طبعا باخموت. ولنتجه الآن إلى القمر الصناعي لكي نرى هذه المنطقة ونتأكد منها. هذه هي أولا اللقطة المهمة التي نحن بحاجة إليها، وسنلاحظ من خلال هذه اللقطة نأخذ لونا واضحا باللون الأحمر سيكون أوضح طبعا بكل تأكيد. نحن أمام علامة واضحة هنا وهذا الطريق وأيضا شكل مميز لهذه الساحة وأيضا شكل بهذه النقطة التي ترونها شكل أيضا مميز آخر، وبالتالي نحن أمام هذه العلامات ببساطة التي هي قريبة للغاية من ياجد أو ما بعد ياجدنا كما تم وصفها. وبالتالي عندما نذهب إلى القمر الصناعي مرة أخرى نتجه إلى هذه المنطقة إلى هذه البحيرة وسنجد بأننا هنا أمام هذه المنطقة التي ظهرت أمامنا طبعا، وهذه هي طبعا الساحة وهذا هو الطريق الذي رأيناه طبعا، وهذه هي النقطة التي كانت واضحة لنا، وبالتالي كل شيء مؤكد وبأن الضربات كانت تحدث هنا، وهو يوضح أن القوات الروسية تحاول الإطباق ولكن القوات الأوكرانية تتصدى بشكل مستمر. لكن الأسلحة، القذائف، الهاونات وغيرها هي كلها على ما يبدو جزء كبير منها يأتي كسلاح إيراني في ظل الكثير من التقارير بأن هنالك انخفاضا في العتاد الروسي، وبالتالي واضح جدا بأن إيران تلعب أدوارا مهمة في هذه المسألة.